مستخنام كده عليا ليه؟ انا عن نفسي كنت بفكر اطلق، بس انا لقيت فكره احلى. انا وانت بقى نشوف لنا مزيتين كده حلوين نتجوزهم يدلعونا وش. طب انت عيل واطي وقلبك يطوعك وتقدر تعمل كده، لكن انا اعمل كده فريده؟ اتجننت ولا ايه؟ انا ادخل البيت الاقي واحده تانية في الشقه غير فريده، اطلع افتح باب اوضتي اخش الاقي واحده تانية غير فريده، ده مستحيل. انام على السرير الاقي واحده تانية تنام جنبي غير فريده، ده من ربع المستحيلات. الدليفري وصل، روح بقى يا حبيبي حاسب عشان الهبل اللي انت قلته ده، عبال ما نغسل طبقين ناكل فيهم. انطر يلا انطر. يا ابني يا ابني ما تردش ليه؟ مجيدة انت تترك زوجتك على الباب؟ زوجتك؟ قلنا كايو ما تلمسنيش، كل جسمي بيوجعني. حاضر الحمد لله انها جت على قد كده. يا سلام على قد كده، ما كنت عايزه انا يعني من روتين ايه اكتر من كده؟ اي ما انت برضو يا مامي غلطانه، حد يكتب الكلام الجامد ده؟ خلاص بقى اولا ومشاتو قسم نومك هل تقبل الزواج مني؟ يا نهار اسود يا نهار اسود، مين الناس دي؟ متهيألي ده احنا. امتى حصل الكلام ده؟ لا افهمك، متى حدث هذا؟ يوم احتفال وكت ارسلني ابي اليك. يوم الاحتفال وكت ارسلها ابوها اليك. بقول لك ايه؟ انني راجل متزوج، انما اخبرها انني راجل متنيل متجوز. انه راجل متنيل متجوز. اخبر اشوت، ما انا متصل. اخبري زوجتي تتصل، زوجتي على الهاتف، انا البيت بيولع، بيتي ينهار، بيتي ينهار. استر يا رب استر يا رب. مرحبا. ايوه فريده. ايوه حبيبتي. ايوه حسام، احنا خلاص خلصنا وراجعين على البيت. توصلي بالسلامه يا حبيبتي، توصلي بالسلامه، توصلي بالسلامه. طيب في حفظ الله، مع السلامه. مع السلامه مع السلامه. مصيبه 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 مصيبه. ايه اللي حصل؟ فريده جايه، فريده جايه، زوجتي في الطريق، زوجتي في الطريق. اغثني يا صديقي، سوف يحدث ما لا يحمد عقباها. اعذرني يا صديقي فسوف انصرف، فلدي موعد على العشاء. وحياه امك، خلصني من المصيبه السوداء دي، يجب ان ترحلي فورا. انت هتزور زوجتك؟ زوجتي مين؟ هي رجاله بلدكم خلصت جايه عليا انا؟ ما تلحقني هاني. أنا فزت بالمسابقة وأمر والدي أن أكون الجائزة. وهاني خد البنت دي اصرفها، مش عايز اشوفها في البيت، مش عايز اشوفها في المنطقة. حاضر. مش عايز اشوفها في البلد. حاضر أنا هتصرف، تعالي معايا مجيد، تعالي معايا، تعالي تعالي. إيه ده؟ أعوذ بالله أعوذ بالله. كده كده محدش جه. استاذ حسام موجود؟ خير في ايه؟ ايوه خير في ايه؟ طب خليك يا عم هشوف ايه. لا يمكن، رجلي على رجلك، قدامي قدامي. خير يا باشا في ايه؟ والله ما اعرفش، بس سياده المامور قال لي ما تتعطعش من هنا الا ما تجيبه معاك. ايه الكلام اللي بتقوله حضرتك ده؟ معاك اذن نيابه؟ اذن نيابه ايه يا عمي؟ هو جاي يفتش البيت، الراجل عايزني حاجه بسيطه، هرجع على طول. طب لو سمحت روح مع حسام. طبعا هروح معاه، هسيبه لوحده. يروح معايا على فين يا جماعه؟ الموضوع مش عارف ايه اللي حصل. ايه اللي حصل؟ اللي حصل ان وانا باركن العربيه امبارح خبطت في واحد، كسرت له فانوس عربيته، تلاقيه عمل لي محضر كان رخم قوي. على فكره هخلص الموضوع وارجع لك يا عم. لا أجل. يمكن اسيبك، رجلي على رجلك. يا عم اتفضل قدامي. يا عم مش قدامي، اتفضل. اكيد عامل مصيبه. تعالى يا حسام. جاي. تعال، انت خايف من ايه؟ مش خايف يا عم. انا مش جاي معاك، يبقى ما تخافش. مساء الخير. مساء الخير. فايز الفرنواني محامي بن لقض، وحاضر عن المدعى عليه حسام بدبولي. غني عن التعريف يا فايز بيه. عمر بيه مندوب وزاره الخارجيه وسعاده السفير، جايين بنفسهم عشان نحل الموضوع ده ودي وباسرع وقت. ده اذا كان حسام بيه عايز يحل الموضوع ودي، اعرفك بنفسي سلطان بهنس المستشار القانوني للسفارة. عيب قوي يا سلطان بيه اللي انت عملته ده. اسكت اسكت اسكت. عيب قوي انك تستغل سلطات موكلك الدبلوماسية عشان ترهب بيها موكلي، وكل ده عشان ايه؟ عشان كسر فانوس. لا احنا مش صغيرين في البلد، لا ده احنا كبار قوي. اسكت اسكت. قلت لك بكامل فانوس ده يا سلطان بيه، بكامل عربية كلها، بالبضاعة اللي عليها. ولا انت كنت محمل ايه؟ خضار ولا محمل فانوس ايه؟ فانوس ايه وعربية ايه؟ واضح ان في سوء تفاهم. الموضوع ببساطة ان الاستاذ حسام اتجوز مدام مجيدة في افريقيا، ودلوقتي مش عايز يعترف بالجواز ده. ايه؟ حسام؟
حسام اتجوز افريقية؟ يا عمي يا عمي الكلام ده ما حصلش على فكرة، الناس دي كلها بتهيس. تهيس سب وقصف وتهيس. يا عم انت بتتلكي ده عشان احنا بنهيس. ودي امضيش مين يا حسام بيه اللي على عقد الزواج؟ طب بذمتك يا عمي ده مش تهيس، ماسك فروة ارنب ويقولك اسيب الجواز وعقد الزواج. قلت اسكت انت. ممكن لو سمحت اطلع على الارنب على قسمه الجواز؟ تحت امر سعادتك. حسام مدبول قال لها خطك مش دي امضتك يا عم. وحتى نقطع الشك باليقين. فايز بيه. نعم. انا عايزك تتفرج براحتك وتقول لي رايك القانوني. هما صوروك كمان؟ اتفرج براحتك، اتفرج براحتك. دي حاجة تقلق بجد، أنا مش فاهمة هما الاتنين ما بيردوش على موبايلاتهم ليه؟ يا بنتي اهدي اهدي من فضلك شوية، مش معقولة كده، طول ما أنتِ ملهوفة عليه مفيش أي حاجة هتعجبه. أه والله يا مامي تظلم حسين، طب ده أنا من موضوع الانتخابات ده وأنا ما بقعدش معاه خالص. أقول لك إيه؟ ده مستقبلك يا حبيبتي، فاهمة ولا لأ؟ ولا أنتِ عايزة يعني دين الاتفاقية هي اللي تكسب المنصب ده وأنا أموت بحسرتي؟ لا بعد الشر. طيب بقول لك ايه؟ ليه اللعبه دي مش قادره افهمها ابدا. تعال ايه راي سعادتك يا فايز بيه؟ جواز ده ولا مش جواز؟ حضرتك استاذنا وعارف ان الجواز ما هو الا ايجاب وقبول، واذا كان على الشهود انا عندي قبيله كامله. لا بقول لحضرتك ايه؟ اذا كنت انت مقتنع باللي انت بتوريه لنا ده جواز انا ممكن اطلع عادي على فكره عادي. الموضوع مش ببساطه دي يا استاذ حسام، مجيده دي بنت زعيم اكبر قبيله هناك، وطبقا للعادات والتقاليد ان انفصال الزوجه في السنه الاولى ده كده كارثه، البنت كده هتعيش منبوذه، مش بعيد يقتلوها بسببك. بالراحه علينا. ثواني يا جماعه بس اتناقش انا وموكلي. اتفضل. الهباب اللي انت هببته ده والله العظيم انا من ساعه ابوها ما شربني البتاع الجوز الهندي دي انا خدت بق اتدهولت ما ادريتش انا بعمل ايه. موكلي بيقول انه ما كانش في وعيه مما يبطل عقد الزواج. اه عملوا له عمل على ظهر قرموط ورموه في الترعه ولا سووا حاجه صفرا، انا كده مضطر اتخذ الاجراءات القانونيه. هتعمل ايه يعني؟ حسبه الجواز عن طريق المحكمه، الوثيقه هتترجم وهتتحط ضمن المستندات اللي هتخش للقاضي، زائد السي دي اللي هيتفرج عليه القاضي والقاعه وامه لا اله الا الله. القضية في جيبي يا فايز بيه. لا حاسب حاسب، لو بتتكلم عن القواضي والقوانين والحاجات دي انا معايا برنج قوانين فايز الفرنواني على سن ورمح. انت شايفني جايب خالد الغندور؟ خالد الغندور ايه؟ احنا جايين نلعب ماتش. اسكت. الراجل عنده حق. وليه البهدله دي يا سلطان بيه؟ مجيده دي بنتنا. اي والله يا راجل بنتنا، واحنا ما يهونش علينا ابدا انها تعيش بعيد عن اهلها. وعد مني هخلي حسام يشوف شقة في أحسن منطقة في أفريقيا بحالها ويأجرها لها. وعد مني كمان هخلي يشق عليها من الحين للآخر. ما هو ما ينفعش يا فايز بيه، ما كان أحسن يأجر لها شقة هنا. هقولها تاني، الناس دي بتقدس العادات والتقاليد، معنى البنت اتجوزت يبقى لازم تعيش في محل إقامة جوزها، أما هو بعتها هنا ليه؟ عارة يعني. على فكرة يا جماعة أنا راجل متجوز على فكرة. حسام بيه هو هيختص ولا ايه يا عمي؟ زهر ما فيش مشكلة، احنا هنا الشرع محل لنا اربعة، هناك محل لهم 48. ده غير ان احنا عندنا مشكلة كمان، ان الدولة هناك هتفسخ عقدها مع شركة سيجنال تيل، وده طبعا هيعمل لنا مشكلة وهيعمل أزمة دبلوماسية. جنابه بيقول انه هيفضل ومش هيروح غير لما يطمن ان مجيدة وصلت بيت حسام، وده آخر كلام. إذ كده يبقى مبروك يا حسام، انت مش مضيت على الارنب، ادخل العش. اكيد هم. حسام ايه اللي حصل؟ احكي لي. في ايه؟ ما بتردش عليا ليه؟ بابي فين؟ في ايه بابي؟ حسام ما بيردش عليا ليه؟ اهلا يا هاني. اتفضلي يا جناب السفير. اتفضلي يا عمر بيه. اتفضلي يا هاني. اهلا وسهلا. في ايه؟ مالكم خشبين كده ليه؟ مين دول؟ الله
مين دول يا فايز؟ حد يقول لي مين دول؟ اسمحوا لي انا هتولى المهمه دي. سعاده جناب السفير عمر بيه مندوب وزاره الخارجيه، سلطان بيه بهنس المستشار القانوني للسفاره، انا الوحيد. اما الاستاذه مجيده فهي حرم الاستاذ حسام مدبولي. حرم مين؟ حرم الاستاذ حسام. جرى ايه يا راجل يا عبيط؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ يا مرام انا مش فاهمه حاجه، دي مراتك انت؟ هما بيقولوا كده، ما تتكلم يا عمي. ما هما قالوا كده، انا هقول ايه بعد اللي قالوه؟ فريده بنتي